لو الحكاية فيها إن فيتو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرف باسم حضرتك؟ اسم حسن عبده. حاج حسن، واحنا دلوقتي في شارع سان سابا الذي يتواجد به مكتب سيادة المحافظ اللي هو طارق المهدي. كنا عايزين نعرف الكمامة اتحلت في اسكندرية ولا شايف ان فيه؟ لا ما اتحلتش زي ما انت شايف كده. تمام. قدام منك اهو المكتب هنا وهو والزبالة جنبه. تمام. طب انت شايف ان سيادة المحافظ فعلا طرق في تغيير ولا في تجديد في اسكندرية ولا؟ والله احنا لسه ما عرفش. انت راك تعرفه؟ ما اعرفش. ايه؟ تعرفه؟ هو هنا كمان. شفته يعني؟ لا ما شفناهوش صراحة يعني. تمام. كما نشاهد القمامة بشارع سان سابا امام مكتب سيادة المحافظ. طب حاج حسن تقول لنا كلمة كده لسيادة المحافظ، تقول له ايه؟ اقول له انتبه للمحافظة بتاعتك اللي انت ماسكها اكتر. تمام. من كده لا. تمام. بس انتبه للمحافظة اللي انت ماسكها. تمام. اشكرك يا شيخ.